تنبيهنا بهذا النوع من العمل الذي يريد منه الرجوع بالمغرب الى الوراء. بالتالي احنا كتجمعيون نقول بانه العمل ديالنا والنظر ديالنا سنقف سدا ذريعا ضد هذا النوع من السلوكات. كذلك الناظور 2021، وبهذا ان شاء الله سنكون عند حسن ظن المواطنين كل الاعضاء والحزب كذلك، ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم. اهداف الحزب في برامجه توسيع وتعميم مشاركه المراه، ويعمل من اجل ان تكون التمثيليه للمراه تمثيلية محترمة في جميع المستويات، محليا إقليميا جهويا ووطنيا. وهذه المسؤولية ملقاة عليكن أنتن نساء المجتمع، أن تقومين بدورك حتى يكون التمثيل في مستوى طموحات المرأة. شكرا. وحتى تعم الفائدة، سنتلو عليكم بندا من القانون الأساسي خصوصا فيما يتعلق بتأسيس الفروع أو التمثيلية المحلية. وأنا أقول ليس تأسيس بل تجديد، علما على ان أزغرغان كان له فرع للحزب، ولكن الان هناك عمل جاد، عمل اخر، مشروع اخر، رئاسه اخرى. فنسعى الى ان يكون هذا الدور الجديد نقوم به احسن قيام. بعد السياسة جديد، ولكن بعد إعادة النظر في القانون الأساسي والتعامل مع القانون الأخير، كاين بزاف ديال الجديد ولا بد خصنا نفكروا بها الإخوان، وبعجالة غادي نقراو غير الفقرة المتعلقة بالفرع. يعني الحزب راه عنده بزاف ديال الأجهزة من بينها التنسيقية المحلية أو الفرع المحلي. إذا يتكون الفرع من المناضلات والمناضلين المنتمين للتجمع الوطني للأحرار داخل الجماعة الخرامية أو القروية أو الحضارية أو المقاطعة، ويتألف الفرع من كاتب الفرع ونائبه، ثم أمين المال ونائبه والمستشار. وهذا الترتيب هذا ممكن إذا بغى المكتب يجتمع يدير حتى مقرر، يدير النائب اول ويدير النائب الثاني. هذا القانون الاساسي على الصلاحيه. وتكون مهمته نشر مبادئ الحزب على صعيد التراب الجماعي، والتداول في كل ما يتعلق بتنميه الجماعه او المقاطعه، وتتبع اعمال المجلس الجماعي، والمشاركه في لجان تكافؤ الفرص بالجماعه، وتمتين العلاقات مع منظمات المجتمع المدني.